متابعينا الاعزاء اينما كنتم، نستعد لانطلاقة شوط اخر، والشوط القادم يحمل فئة الابكار المهجنات الاصايل بشعارات ابناء القبائل 5 كيلومترات، نتابعها في هذا المسار والتحدي. نتابع ايضا هذه الشعارات القادمه من كل ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. نزلت اهلا وحللت سهلا في هذا الميدان، مرحبا باللي عنوا من كل في، مرحبا باهل الوطن والزايرين، مرحبا يا قاصد دورة دبي، دورة الهباب. نحن نتكلم الحين عن دورة الهباب، دارنا دار الشيوخ الطيبين، ولكنك يوم بتي الهباب هات يلي تطوي الميدان، طي لي تبدل على اليسار او على اليمين، تحتفل وتفز شروات الضبير يتذير يوم شاف القانصين، تجعل الجمهور في حفله وغي كلهم على فعلها شاكرين. وهذه اللي تقدمت بالمركز الاول مرضيه راشد بن سعيد بن سهيل بن دريوي، من يقدم لنا مرضيه بالمركز الاول وتباعد المسافه مبكرا. بن دريوي خطير يوم هو عند 500 متر في المركز العاشر، عند 500 متر في المركز العاشر يكون خطير على الناموس. وين الحين خذ المركز الاول؟ مع السلامه، مع السلامه، خلاص عندك الناموس يا ابو راشد، عندك الناموس. من حاف او مرضيه اللي روحت تسميا باسم مرضيه اللي لهجن الرئاسه، نعم لهجن الرئاسه، مرضيه اللي ما خلت رمز ولا خلت زعفران وناموس ويابته، هذه الان مرضيه بالمقدمه. ثاني هذا شعار بن هندي على ظهر سلسبيل محمد بن خميس بن هندي المهيري وبن خفيه، حاضر حاضر بن خفيه، حاضر بن خفيه راعي اللي هي الساعيه، محمد بن عتيج بن خفيه من يقدم الساعيه بالمركز الثالث. نتأخر قليل يا زهير، المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع، وايد محمد بن سلطان بن سعيد بن زايد الاشتبي، هذه خطيرة والله، من شكلها خطيرة هذه، عوايد عوايد، هذه بكرة رئيسية، هذه ما أعرفها ولكن أنا أقيم من أشكال. المركز الخامس، المركز الخامس، المركز الخامس، وبن سليم موجود راعي لمسة، حمد بن سالم بن سليم يلتمس منكم العذر لأنه بيهاجمكم، لأنه بيهاجمكم مع لمسة. والمركز السادس هذا شعار بن دحروي، هذا شعار بن دحروي على ظهر ذهب راشد بن محمد بن دحروي العامري. والمركز السابع سالم بن محمد بضبيعة من يقدم الواريه، وسيف بن مطر بن محمد بضبيعة، وعندنا بن هويمل ايضا حاضر مع مسكته صالح بن احمد بن هويمل العامري. والمركز العاشر نشوف هناك اللي هي سلام سلطان بن محمد الملعاي، مرحبا يا ابو ميد، مرحبا يا صديقي، كل ليله عندي هناك يروح ليل ليل الساعه 11 بالليل، ما يصير ما يصير من مهرجاننا هناك يوميه يجينا سلطان الملعاي. طيب وين مرضيه؟ مرضيه لكن وحده قدامها هناك راده من الشوط التاسع، والان بدات تلتف وتحركت، تحركت يا مصورنا. هذه الاول عندك، هذا بن دريوي، هذه شقلعها اللي في المركز الاول، هذه اللي هناك راده والحين تلاقت ويا الشوط وراحت، اساسا نوضح للجمهور. روح عند مرضيه، روح روح عند مرضيه، انا والله اني حذرت من بن دريوي، اقول لهم يوم في المركز العاشر عند كيلو عند 500 متر يعني يخوف يخوف. وين استلم القياده الحين؟ مع السلامه، مع السلامه الى الوثبه، مع السلامه الى مهرجان الوثبه، ان شاء الله رصيده هناك بيكون الناموس وسياره وزعفران. هذه مرضيه اللي راحت بالشوط، مكيفه مع شوط الضباب، مكيفه مع شوط الضباب، هي محتاره تقول انا ما حد قدامي كان اول. شوفوا هذيك وحده قدامها الحين ولكن مو في الشوط، هذيك من الشوط الاول. طيب بنشوف بن خفيه، بن خفيه بالمركز الثاني مع الساعيه محمد بن عتيج بن خفيه، وعندنا بن هندي بالمركز الثالث والرابع، هذه اللي هي عوايد محمد بن سلطان بن سعيد بن زايد الاشتبي. والمركز نشوف هنا بن سريم راعي لمسه، لمسه اللي هي الحمد بن سالم بن سريم. والمركز السادس بن هويمل، بن هويمل، الله الله يا بن دليوي، الله يا ابو راشد، اركض ودور نقوة البوش، ليب الثمن تسوى ملايين،
لعضدها ما يايد الكوش عرقوبها مسرعة هيلين نسرحت والدرب مرشوش والقاع صمان وملايين يا بندريوي تريح نفسك يوم بطوش عند وين تركض خبرها يبين عاداتها الهوشات وتهوش خص من تعادل لوحة اثنين من هالمذيع يتم مربوش واسرع عن ما تنظر العين لها فعل بيتم منقوش واسم مسجل في الدياوين هذه ديوان بكبرها هذه ماركة ماركة عالمية 1500 يا بندليوي 1500 يا بندليوي وهذه مرضية من البداية تقوم طفر وتنتهي طفر كانها على الاراضي ملالة من البقايا تاخذ الامر تصوير تعليق وعبالة والتيم الاول تكسره كسر هذه ما بخلي قصيدة ما بعد فيها دام اني عندها مرضية بالمركز الاول وعصاها في الابطان ولكن الجماعة قال جماعة هل 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 من مهاجم هل من مهاجم نعم بن هندي بن هندي راعي سلسبيل محمد بن خميس بن هندي وبن هويمل بن هويمل يحرك راعي مسكته صالح بن حمد بن هويمل العامري وهني بن دحروي أيضا يحرك ذهب راهد بن محمد بن دحروي العامري ووصلت أيضا وصلت سلام سلطان بن محمد الملعاي مرحبا 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 يا الملعاي كيلو متر باقي عنكم أنتو ولا عن بن دليوي نص كيلو يا الله 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 يا مرضية الله تتحسب المصعد من كاس والطيب كان الدرب من كوس تاخذ هذه الشوط عرض وطول عرض وطول يلا يا ملعاي يلا يا الملعاي نبغي نفتح برنامج ياك الليلة هناك ويوم طافت ويوم ما اشتغل الأهالي ويوم تجاوزت ويوم تحركت ويوم وصلت ويوم لحجت ويوم يت ويت 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 600 يا ابو راشد 600 يا راعي مرضية ما يبقى يقول له شيء يباها حق الوذبة يباها حق الوذبة انفح منها لا انفح منها وصلت تداير من القبيض من زمة ما كانها في ركض كانه يفحمها اوه هو 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 شبابه 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 سعيد الصغير بن قنون والملعاي الملعاي قادم الملعاي قادم وصل 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 او يلا يا مرضية يلا كمل الفرحة كمل الفرحة يا بن دليوي من البداية من البداية من البداية خذت الاول خذت الاول خذت الاول ولكن الملعاي على الاول يشن ويهجم بغارات على الاول يشن او يهجم بغارات ومرضية مرضية مرضية سلام سلام يا الهباب من البداية رشحت من البداية هنيت من البداية نوم استرك يا ابو راشد يا ابو راشد يا ابو راشد سلامين لك سلام مصلي على اليسار وعلى اليمين على اليسار وعلى اليمين سلام يا الهباب سلام سلام لي انا بعد استاهل اني رشحت من البداية الثاني ملعاي والثالث بن قنون الصغير والمركز الرابع فهنا هذا شعار عوايد محمد سلطان بن زايد والخامس بن هندي السادس بن هويمل السابع بن دحروي وبقية المراكز نتركها عند لجنة التحكيم كم تيمنا 7 دقائق 42 ثانية 7 دقائق 42 ثانية تهانينا والناموس تهاني